مستمرين مشاهدينا مع تغطية نايل سينما لمهرجان القاهرة السينمائي، ومعانا نجمتنا جومانا مراد. اهلا، منورانا يا جومانا. ايه رايك في المهرجان وهتعملي ايه السنه؟ تتفرجي الافلام ولا هتيجي تحضري حفلات بس؟ لا، هو انا طبعا دايما ببقى حريصه ان انا اشوف اكبر عدد من الافلام، وسعيده جدا بالمهرجان، ببقى حريصه كمان دايما ان انا اتواجد كل سنه في مهرجان القاهره السينمائي. والسنه دي ان شاء الله انا حاسه ان هو هيبقى مختلف ومميز كالعاده واحسن كمان، ودايما احنا بنتمنى يعني التميز لمهرجان القاهره السينمائي. طيب اخر اخبار فيلمك الجديد ايه؟ انا خلاص تقريبا قربت اخلص من الفيلم مع الاستاذ خالد يوسف، فيلم كف القمر، وهتشوفوه قريب ان شاء الله. طيب مش عايزين نعطلك، ونورتينا يا جمال. ميرسي جدا، ميرسي جدا.